مجددا. يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في مخططه لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات الإقليمية والدولية من مغبة أي عملية برية في المحافظة المكتظة التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني. أعود وأكرر، سنعمل في رفح، سيستغرق ذلك أسابيع وسيحدث. يزعم نتنياهو أن إيقاف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها يعني خسارتها، ويعد في المقابل بإجلاء المدنيين من مناطق القتال، وهو ما عده متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي شرطا لدعم بلاده أي عملية عسكرية في رفح، فيما دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار طويل المدى في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. نحتاج إلى اتفاق بشأن الرهائن مع وقف طويل الأمد لإطلاق النار. أيضا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر المجاعة. مصر المجاورة لقطاع غزة والمتضرر الأكبر من أي عملية قد تحدث في رفح، يؤكد رئيسها أنها لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات. سأكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها الإعدائية، ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط. فيما يأتي الموقف الأوروبي متماهيا مع الموقف المصري عبر رئيس المفوضية أورسولا فوندرلاين. غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا أن نقبل بذلك، ومن الأهمية بمكان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. في الميدان يؤكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الطريق طويل قبل إنهاء الحرب، مؤكدا العمل حتى استعادة المخطوفين. فيما تنقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محللين عسكريين إسرائيليين أن حكومة نتنياهو في مأزق، وأنه غير قادر على إعطاء أمر لقواته بدخول رفح قبل وضع خطة واضحة لإخلاء السكان هناك، ولا سيما مع تحذيرات الإدارة الأمريكية لتل أبيب من تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.